إنها نرجسة برية وزهرة جبلية وقامة إبداعية، النجمة آسيا كمال. سفيرة الجمال وأسيرة حب الرافدين، صارت حاملة عبء التمني لبلد خال من الألم. هي الهائمة في المسرح وفاتنة الشاشة الصغيرة، وهي الأفق البعيد في قربه. فكانت الخاتون في العشق والفتاة الحالمة والأم الحنون، أعطت للفن عصارة عمرها. بدأت في أول ملحمة سطرها التاريخ، فكانت جلجامش بوابتها إلى الشهرة. هي الباسمة الباكية، قدمت أدواراً علقت في الأذهان فاستحقت كل جائزة كسبتها. هي نوارة الفن العراقي، هي آسيا كمال. اهلا وسهلا بيك ست اسيا، برنامج النهر الثالث وانت نهرنا الثالث لهذا اليوم. شكرا جزيلا لهذه الدعوه اللطيفه، وشكرا لهذا التقديم الجميل، وفاجئتوني بهذه اللقطات اللي فعلا من اعز اعمالي. من اعز الاعمال. البدايه دائما تكون للانهر من المنبع. والدتك ماكيرة والأب مصور فوتوغرافي، شلون انعكس هذا الشيء على شخصية آسيا كمال الاجتماعية والفنية؟ أنا حتى أصلح المعلومة، بابا يعني مو محترف التصوير ولكن هاوي تصوير ومصور مبدع الله يرحمه. وهي تأسيس الشخصية من الطفولة، يعني مو بعد ما يعني فكرت أصير ممثلة أو يعني أدخل مجال التمثيل. يعني إحنا بالبيت بيئتنا بها استقلالية كبيرة، يعني بابا وماما الله يرحمهم نطونا حرية أن نشكل شخصيتنا ونأسسها، لكن تحت توجيههم وتحت أنظارهم. كنتي تروحين ويا ماما للتصوير؟ هواية طبعاً. هو هذا اللي يعني ماما لها فضل كبير إنه خلتني في هذا المجال، ولها فضل كبير في يعني تكوين شخصيتي الفنية.